اهلا بيكم وحلقه جديده من الاهلي خط احمر. ولو الاهلي خط احمر فالوطن هو كل الخطوط الحمراء. حلقه في ذكريات اكتوبر المجيد، ذكريات النصر والعبور اللي كان النادي الاهلي جزء منها بدوره الوطني على مر التاريخ. النادي الاهلي اللي في 67 تحول اعضاؤه لمجندين ومتطوعين في الجيش المصري، والسيدات والفضليات من الاعضاء كانوا متطوعات في حملات التمريض للجرحى والمصابين. وفي 73 وذكرى النصر 8000 متبرع في الدم بعد بداية الحرب كانوا موجودين في حملة ومبادرة عظيمة جدا يا أسامة. أولا أهلا بك فارس، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وأهلا بكل مصري في كل مكان، بل أهلا بكل مواطن عربي في كل مكان في ذكرى 6 أكتوبر 1973، لأن بعتبر الحرب دي هي حرب كل العروبة. الجيش المصري العظيم هو من قاد المعركة، هو من قاد حرب التحرير سيناء، ولكن كانت جهود عربية جليلة مع مصر والجيش المصري، وطبعا النادي الأهلي جزء لا يتجزأ من الوطن المصري، بل جزء أصيل ودوره الوطني مشهود ليه بالتاريخ. والأهم كمان إن حتى ذكريات انتصار أكتوبر وفقت تماما ذكريات انتصار النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي من عام 1973 حتى وقتنا الحالي مفيش حاجة اسمها موسم صفر بطولات، 81 بطولة على الأقل، بطولة كل موسم من بعد انتصار أكتوبر، ليكون انتصارات النادي الأهلي امتداد قروة فارس لانتصارات أكتوبر العظيمة. ارتباط شرطي بين العبور والنصر وبين قدرة النادي الأهلي على الانتصار دايما، وتكامل ما بين دور النادي الأهلي الوطني، ودايما هتلاقي المناسبات الخاصة بالوطن النادي الأهلي ليه لمسة وبصمة واضحة فيها يا أسامة. بالتأكيد، وهو ده دور حتى مش النادي الأهلي بس، دور أي نادي وطني، كل الأندية بنلتمس فيها أكيد الوطنية، لأننا في النهاية كلنا كمواطنين، كلهم في أي مجال، هو في النهاية بيخدم الوطن من خلال مجاله. هنروح